المرتبة الثانية من مراتب الدين. الإيمان. الإيمان. ما هو الإيمان؟ إيماني. الإيمان هو قول باللسان. أتي. كان تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعبد الله. ولا أعبد غير الله. واعتقاد بالقلب، يعني هذا اللي تقول باللسانك لابد الباطن يعتقد ما يقول اللسان. ولابد أن تعمل بهذا، تعمل بالجوارح كأن تصلي تصوم، وتعمل بقلبك لا تخاف إلا من الله، لا تعتمد لا تتوكل إلا على الله. الإيمان يزيد ينقص. إذا هذا الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل الجوارح كالصلاة، عمل القلب كالخوف. الإيمان يزيد وينقص. عندي سؤال، يوجد إنسان يقول بلسانه لكن لا يعتقد بقلبه، يقول شهادة أن لا إله إلا الله ويقول بالصلاة والصيام لكن لا يعتقد بقلبه، ما هذا؟ مسلم كافر أو ماذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. ممنوع الكلام. إذا هذا منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار. السؤال الثاني، عندنا إنسان يعتقد بقلبه، يعتقد بالإيمان والإسلام والصلاة والزكاة كل شيء يعتقد بقلبه لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام. ماذا نقول عن هذا؟ ها، السؤال مرة أخرى، نعيد السؤال. إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح يستطيع يتكلم. اترك جوال يا شيخ، ماذا نقول عنه؟ مسلم كافر. فرعون على هذا، فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا. إبليس يعتقد لكن ما يقول بلسانه، فرعون يعتقد ما يقول بلسانه. قلنا لكم أن الإسلام قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. الإيمان